وصفوه إن هو أسوأ حاجة قدمتها السينما المصرية، وإنه تقليل من صورة نقاء مصر، وده بسبب إهانته لشخصية البطلة اللي بتمثل مصر في الفيلم. وبالرغم من رأيه فيه، لكن اتصنف من أفضل 100 فيلم قدمتها السينما المصرية. فيلم الأرض فيلم مصري من إنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما، ومن إخراج المخرج الكبير يوسف شاهين، وعن رواية الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، وده بيعتبر من أهم الأفلام بتاعت السينما المصرية، وتم تصنيفه في احتفالية مئوية السينما المصرية في المركز الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. بالرغم من كل ده، إلا أن الفنان المصري محمد التاجي وصفه وقال بأن هو من أسوأ ما قدمت السينما المصرية، وأكتر حاجة علق عليها بشدة المشهد اللي شاف فيه إهانة لشخصية البطلة اللي بترمز لنقاء مصر، واللي عملت الدور ده الفنانة المصرية الكبيرة نجوى إبراهيم، وهو دور وصيفة. ونشر محمد التاجي بوست على صفحته الشخصية على الفيسبوك، وكتب فيه: في هذا المشهد وصيفة بتتحرش بطفل عنده 7 أو 8 سنين. وبعدها التاجي كتب: المشهد ده شوه يوسف شاهين صورة مصر وصورة القضية اللي بيطرحها الفيلم، والغريب ان التلفزيون المصري في الوقت ده كان هو اللي بيحط شروط وضوابط عمل نجوى إبراهيم عشان هي كانت موظفة فيه، وكان بيمنع عليها تصوير قبلات في الأفلام أو أي مشاهد حميمة عشان ما تشوهش صورة المذيعة المصرية. كمل كلامه التاجي وكتب: إزاي التلفزيون سمح بالمشهد ده، وكان عندنا أيامها مخرجين أعظم منه بكتير زي صلاح أبو يوسف وكمال الشيخ وحسن الإمام وغيرهم. عموما أنا بعتبر أن أعظم مقدم وأخرج يوسف شاهين للسينما العربية هم فيلمين: الأول أنت حبيبي لشادية وفريد الأطرش وهند رستم، أما الفيلم الثاني بين إيديك لمجدة وشكري سرحان وعليوة جميل. الفيلم كان من بطولة الفنان محمود المنيجي، واللي قدم دور محمد أبو سويلم، وكمان الفنان عزة العليلي، وقام بدور عبد الهادي، والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم، والفنان يحيى شاهين وهو في الفيلم باسم الشيخ حسونة، وتوفيق الدقن وظهر بدور الشيخ شعبان، وكمان الفنان حمدي أحمد اللي قام بدور محمد أفندي وصلاح السعدني بدور علوان، أما دور العمدة القرية كان للفنان عبد الوارث عصر. كان من أهم مشاهد فيلم الأرض أولهم مشهد إخراج البقرة اللي وقعت من الساقية، ومساعدة رجال القرية بعضهم لبعض، وبعدها نزلوا وتوحدوا، وده بعد خلاف على حصة المية، وده المشهد اللي بيستحق ان هو يكون من اجمل مشاهد السينما العربية والعالمية.